انت بعد ما عملت بجوز جاتو موجودين بعد ما عملتوا الفيديو الشهير اللي شفنا الهاشتاج سامحني نعمل غطسه خليني نعوم ما رانا متأخرة من الليل في ليلتها شو صار؟ والله يا نهار الفيديو عمل كسر الدنيا الفيديو على على الفيسبوك كيما نقولوا والله العظيم معناها نحب نقول أنا, انا مشروع شهيد مانيش ارجل من الجنود ومانيش ارجل من برشا ناس اللي عطات لتونس عقاب الليل معناها جيران قالوا خلي انا ما سمعتش معناها عصابه تتكون من ستة و8 انفار معناها هذه حسب معناها اللي وصل للامن معناها اللي جات دق وصل تهديد الداري معناها تهديد بالقتل الداري معناها وصلوا انا ما عادش مش كنت خايف على روحي من صغاري معناها وصل للداري معناها عندي صغار وعندي دار معناها توصلوا معناها للدار هذا تهديد معناها محا... معناها فيها جسدية معناها لعائلتي معناها مس عائلتي على خاطر معناها مواضيع عدة ديما نذكروا فيها في صفاقس ونحاربوا في الفساد معناها محملتنا مازالت مواطن واصلة وتجاوب الأمن معناها مشكور نشكر الجهات الأمنية اللي قامت بتوفير حماية معناها معناها دورية معناها متواصلة على بحث داري معناها لكن معناها لهنا التهديد هذا جاء متكون من عصابة مجهولة وراء المواضيع هذه الكل نتكلموا عليها في صفاقس انا محمد حتى محمد ديما يتعرض لتهديدات معناها وهذه التهديدات المباطنة ديما للثاني مرة نتعرض لتهديد مباشر على فكرة ماري فات تهديد محاولة ذبح معناها تهديد مباشر معناها ثاني مرة هذه توا وصلوا لداري يلوجوا على دار الحبيب الحامروني وينو معناها مرة حب يدوشوني بساحنا لكن احنا نحب نقولكم لكم راهو ما مازال متواصل في حملته على الفساد آه مازال معناه داعم لرجالة الدولة مازال داعم لرئيس الدولة قيس سعيد معناها المارشال ميركبش ما مع الحمروني راني مشروع جهيد حطوها في بالكم راه والله راني مع مانيش مارشال ما رحنا مع رئيس الدولة لأنه المحارب صادق مع شعبه وابن الشعب معناتها اليوم اللي يقول كلمة حق في صفاقس معرض كل لحظه للقتل إيه سفيقس. نعطيك حاجه في سفيقس عملوا سياسه التخويف والترهيب ركبوها لل... للمجتمع معناها لهذا يقول لك احنا مره اتكلمنا على بلديه جاء الامن ضدنا معناها فما يجيك الامن تجيك التهديدات هنا مشروع عرفتك سياسه التخويف والترهيب والتلفيق للتهم ويعملوا لك يعملوا لك ال... احنا ماني نفهموهم ماني البلاد ونفهموهم كيفاش يخططوا لا دفرسير نتاعك ال... المافيا نفهموهم كيفاش تخمم يبتشرك بالفلوس ما ينجموش تهديدات بالعصابات من الجموش يبعثولك ما ينجموش يبعثوا لك الامن نتاعهم فما لغه الامن مازالوا نتاعهم يتحكموا فيهم نحب نقولها راهو فهمت كيفاش ولا أو ما, تن... شرفة. ما فما شرفاء وما زالت فما دعوه للقضاء فما بعض القضاء القضاة مازالوا ما تحركوش فيما في ملفات الكبرى للفساد مازال القضاء مازال مش الكل تحرر بعض القضاة لكن دعوه مهمه للقضاة للقضاة لازمها تمشي مع مصلحه شعبه يا تحب ولا تكره توا يا اخويا احنا مشكلتنا توا في ولي لا لا انا نرى المشكله توا الوالي توا يجي اليوم ولا بعد ولا غدا بعد غدا ما عليه كان يجي اما المشكله الصحيحه تحبوا صحيحه في القضاء طلب وطلب وشكوى لغير الله مذله نطلب من سيد الرئيس الجمهوريه القائد لا للقوات المسلحه بصفه شخصيه كناشط في المجتمع المدني وكابن هذه الدوله واقول له على العهد باقون لكن يا سيده الرئيس ان العهد كان مسؤولا يا سيده الرئيس طالبين منك جيل لسباقس وتفتح جميع الملفات سفاقس راهي مركز اقتصادي هام وهام جدا الحرب ليست حرب سياسية بل حرب اقتصادية يا سيادة الرئيس رئيس سفاقس خزان انتخابي يصغل فيها لمدة عقود من بعد العشرية السوداء يا سيادة الرئيس إلى متى تقعد الحقبة هذه ب 11 سنة ما زالت تطفو على سطح الدولة التونسية لما لا تقبر نهائيا يا سيادة الرئيس رجاء قدومك إلى ولاية سفاقس ومتابعة كل الشؤون الخاصة بمعتمديتها الكل يفتح تحديد المجالات والأفق وبستوضح الرؤية وذي مطلب شعبي